السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول عاش باشمهندس، لكن سؤال انا كمهندس لما اشتغل مشاريع، فهل ممكن اتعلم البيم واشتغل بتقنية البيم؟ يعني هل ممكن يكون بداية عمل بيم؟ هو البيم أداة وليس حاجة جديدة، يعني هي الفكرة كلها بدل ما انت كنت بترسم 2D فانت بترسم في 3D، فاه عادي خالص ان اول مشاريع تشتغل بيها تكون موجودة بتقنية البيم، بالعكس هيساعدك على التخيل اكتر. يعني لو انت رسمت حاجة في 3D هتتخيل شكل المبنى عامل ازاي وشكل الشغل عامل ازاي، والناس اللي مزادش موقع هتبدأ تشوف حجم الحاجات على الطبيعة عامل ازاي، ده لا يمنع عن نزول الموقع بس هتقدر تفهم اكتر. لما تيجي تحط حاجة معينة تقدر تفهم الحاجة دي عبارة عن ايه وايه الوصلات اللي فيها وايه الشغل اللي فيها وهكذا، فهو هيسهل لك كتير جدا لو انت حابب ان انت تشتغل بتقنية البيم، وبالشرط انت تكون اشتغلت اوتوكاد قبل كده، ومش شرط حاجه خالص. يعني الفكره كلها بدل ما انت بتستخدم نوع معين من الاقلام انت بتستخدم نوع تاني بيوفر لك الوقت، فالموضوع بيبقى سهل ومفيش اي مشكله خالص.